السلام عليكم، شلون شو اخباركم؟ معكم زيو عمل المقطع من قصيدة محمد الصاج السلام. اوكي شباب، اليوم جانا لكم بفيديو جديد وموضوع جديد عن لعبة ببجي. طبعا يا شباب، اليوم جيت لكم بفيديو غريب شوي، يعني ما نزلت قبل المرة بالقناة، وهو كيف تتعلم او كيف او افضل اعدادات تحكم لببجي موبايل. طبعا انا يا شباب راح اعطيك اعدادات تحكم 4 اصابع اللي بلعبها انا، فما بعرف يمكن تزبط معك يمكن ما تزبط معك، انت شوفها على كل حال وجربها وتعود عليها وان شاء الله راح تصير محترف مع الايام من وراء هاي اعدادات التحكم. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، اذا كنت جديد على القناه اتمنى انك تشترك في الجرس، اذا قديم اتمنى تحط لي لايك وتعمل شير المقطع وبس. كان معكم محمد قناه زير، مشاهده ممتعه. طبعا يا شباب، اول شي بتساويه هي تشيل الخريطه من هون لهون، اوكي، وبتشيل الصوت كمان نفس الشي من هون لهون. هاي اول شي يعني لازم تسويها عشان تعمل 4 اصابع، وبعدها بتجيب هاي المنظر بتحطه هون، اوكي، بتحطه يعني فوق محل اصابعك. وبعدها هاي يا شباب، هاي الكبسة تبع اطلاق النار، هاي بتشيلها بتخفيها طاول. كيف تخفيها؟ اوكي، اكيد جهازك يعني في الحرف، المهم يعني بتخفيها وما بتحطها، المهم بتشيلها في الزاوية المهمة تضرب فيها وما تكبس فيها بالغلط، اوكي. بعدها بتشيل القيادة هايدي والركوب وافتح الباب، هاي كلها بتحطها بالنص، اوكي. ومثل ما انتم شايفين هاي، اذا بدك تكبر ما بدك تكبر على كيفك، ما هي مهمة. وعندك هاي اهم شيء يا شباب، مشان ما تضايق بكبسة الزوم، شيلها حطها هون او في النص او شيل، المهم ما تكبسها بالغلط وانت بالسيارة، اوكي. وعندكم هاي يا شباب الكبسة تبع القفز، اوكي، كل ما عليك فقط كبرها شوي، او مو شوي، شوي كتير يا الله، اوكي، كبرها شوي وتحط هاي دي هون تبع الزر الميلان. على كل حال هاي بتشيلها وين بدك تحطها، بتشيل هاي الزر الميلان وبتعمل هيك شوية، اوكي، بتعملها هيك وبتجيب التانية كمان وبتحطها فوقها. وبعد ما يا شباب ما تعمل زر الميلان، هاي كل ما عليك فقط تحط هدول. بعد هلا صار وقت هدول وين بدك تحطهم، اوكي، خلينا قبل ما نعمل شي شيل هدول ونحطهم هون ورا الخريطة، اوكي، هدول كلهم مبينو، بس زر الرقصات عيفو على جنب وين بدك حطه، بس ما مشان ما نشرب سمعه، اوكي. وهي بتقربها شوية لتحت هيك، يعني هدول ما بيأثرني حتى لو صاروا فوق بعضهم، اوكي، بس هي هون حلو. والعين بتنزلها هيك لهون بصير يعني ما بيأثر وين بدك حطها، وهاي حطها هون فوق هاي، اوكي. هون بقى نزور الانبطاح، نزور الكمبر اللي كتير ناس تعملها وبتقتلنا في هاي، بتحطها هون جنب المنظار، اوكي. وبتجيب زر الاس، ما بعرف شو بتقولوا له انتوا، على كل حال بتعملوا هيك تكبروا، بس بتنزل هدول شوي، يعني المهم تاخذ رياحه لهذا الزر، اوكي. هيك كون انت انتهيت من كل شيء هون، او ما انتهيت حط هون هيك كبروا هاي مشان تقدر تكبرها او تقدر تكبسها بسرعه، او اذا ما بدك تصطفي لايفها على حالها، اوكي. شباب طبعا خلصنا من هاي الميل من جهة اليمين، تم عنا هلا جهة اليسار، اوكي. هلا نجي على جهة اليسار يا شباب، هاي تبع تبديل منظار وين بدك حطها. اول شي بتشيل هاي وبتحط تبديل منظار، حطها كل حال هون بالزاوية عشان ما تأثر معك ابدا ابدا. وبتنزل هاي تبع الركض، اوكي، تبع التحكم يعني تبع ركض، وبتكبر هاي تبع زر اطلاق النار، اوكي، بتكبرها هيك عشان تقدر، او اذا بدك حطها شوية يعني هيك. هي كانت اكتر شي هيك يا شباب تكبر، بس صاير خطأ بلعبة ببجي بتكبر كتير ما بعرف ليش. فكل حال يعني حطها هيك اذا بدك، كيفك شلون بدك حطها. وعندك هاي تحكم، هذا ما بتحركه ابدا، بس بتنزل هاي لهون، بتنزلها هيك او للاخير اذا بدك، يعني ما بعتذر اكتر من هيك مثل ما انتم شايفين. وبتاخد هاي تبع الاسماء، هذا ما راح ابدا يعني يساعدك بشي، فبتحطه على جنب. وعندك هاي زر الجنطة، بتكبرها وبتحطها هون جنب
زاوية الأويس، أوكي جنب زاوية الإطلاق النار. وهيك يا شباب كون انتهيت من 4 أصابع. طبعا بالنسبة لهدول تبع الأويس بتحب تحطهم فوق بعضهم أو بتحب تعيفهم هيك على حالهم، أنا بنصحك يعني تعيفهم على حالهم لأن ما رح يأثر عليك شي أبدا أبدا. وهي إعداداتي يا شباب كلها، بتمنى تكون عجبتكم، وبنصحك نصيحة يعني تتعلم عليها وتعود عليها، وأنا بضمن لك رح تصير محترف. وبس يا شباب لهون كنا وصلنا معكم نهاية الفيديو اليوم، وإن شاء الله كان عجبكم. وإذا عجبكم أتمنى تحط لي لايك شير سبسكرايب مع تفعيل جرس إنذار. بس كان معكم محمد قناة زيو، في أمان الله.